هنأ طبعا اللعيبه كالعاده، يعني مش اول مره ابدا تحصل، دايما بيكون في دعم معنوي كبير جدا. كابتن خطيب هو هنأ الفريق الاول لكره السله وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه طبعا هذا الفوز العظيم والتاهل لبطوله كاس العالم للانديه ابطال القارات. وجه كمان التحيه لمنظومه الفريق زي ما حضراتكم شايفين بالكامل على تشريف كره السله المصريه. هنا بقى الموضوع اكبر من ان انت تقول كره السله الاهلاويه، هي كره السله المصريه بحصد اللقب القاري عن وعن استحقاق، واشاد طبعا باداء اللعيبه المتميز وفكره التركيز الشديد والاصرار كمان على الفوز. وكان قال كمان يا كريم ان هو التقى بيهم او بعناصر من الفريق في المران كان بتاعهم قبل ما يسافروا لرواندا، وكان شاعر بالاصرار عند اللعيبه، هو قال كده، والرغبه في العوده بكاس البطوله، وقد كان. فحاجه اعتقد مشرفه جدا فعلا، قدرنا ان احنا نشوفهم بدلوا زي ما بيتقال برضو قصاره جهد. انا بقول كلمه زي ما بيتقال كتير، بس بتعمل شغل، بتروش الكلام يعني، بتروش الجمله كلها. اصل دي فعلا حاجات بتبقى اتقالت يعني، مش يعني حاجات متداوله. على كل حال طبعا نتكلم عن ان هم بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافه المباريات وكانوا الافضل من كل الوجوه، واعتقد كل الناس فعلا قدرت ان هي تشوف يعني كمان الشخصية القوية للاعبي بتاعت النادي الأهلي وفكرة هنا روحهم وإصرارهم على الفوز. أنا ليه بتكلم وبأكد على النقاط دي؟ لأن اللي شاف المباراة أو تابع المباراة هيشوف قد إيه كان في قوة في اللعب، التنافسية كانت أكثر من ما حضراتكم متوقعين. تحس إن شوية إن النادي الأهلي مسيطر، تحس شوية إن لا النادي الأهلي لا كده إحنا هنخسر بوينتس، في الآخر قدرنا إن إحنا نفوز وبسكور مش فرق كبير قوي، وده يأكد تاني إن كانت المنافسة قوية جدا طبعا. بس ألف مبروك الفوز على النادي الأهلي، ومزيد إن شاء الله من التألق كمان في المباريات والبطولات القادمة.